كيف تتابع كل هذه التطورات في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والضربات الإيرانية التي استهدفت الاحتلال الإسرائيلي والرد الإسرائيلي على طهران؟ نعم، بالنسبة للمنطقة، أقدر أقول إن من زمان مولعة بالنار، والسبب الأساسي وجود النظام الإيراني أو إيران نفسه، لأن أنا أعتقد أن وجود إيران ونظامه مثل السرطان، لما الجسم يصيب بالسرطان فيجب معالجة الجسم لإزالة السرطان، لهذا وجود إيران يعني عدم استقرار ليس فقط في المنطقة بل في العالم. كما تشاهدون أو ترون، يعني سبب القلاقل والمشاكل والحروب كلها من هذا النظام الإيراني. على سبيل المثال، لو لا إيران لكان لا وجود لحزب الله، لو لا إيران ونظامه لكان لا وجود للحوثيين، لو لا وجود إيران ونظامه لكان لا وجود للحشد الشعبي وفصائل أخرى المنتمين له، وإلى آخره. شنو نعد وشنو نقول عنهم؟ يعني سبب المشاكل هم أساس الفتنة في المنطقة، فهذا اللي أقدر أقول.